وعشرون خاتمة للقرآن الكريم تم تكريمهن مساء أمس في احتفالية كبرى شهدها السيد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية وأسر المكرمات. تقرير أنس النمر. في أجواء إيمانية ووسط فرحة من الحضور أقيمت مساء أمس احتفالية لتكريم 25 من الحافظات للقرآن الكريم واللائي يمثلن الدفعة 27 من خريجات حلقات تحفيظ القرآن الكريم والتي يشرف عليها الشيخ شعيب أبو سلامة وتحت رعاية وإشراف مديرية الأوقاف بأسوان. الاحتفالية الكبرى التي أقيمت مساء أمس شهدها اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبا عن محافظ أسوان والسيد الدكتور أحمد حسن الطيب مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسوان والسفير عبد القادر عبد الله القنصل العام للقنصلية السودانية بأسوان وجمع كبير من القيادات الدينية والتنفيذية بأسوان وأسر المكرمات. وفي كلمة محافظ أسوان التي ألقاها اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة أكد أن تكريم حفظة القرآن الكريم يمثل قيمة عظيمة ويؤكد بأن مصر مهد السماحة والاعتدال بين الأديان السماوية ستبقى مدى الدهر منارة الحضارة والعلم مشيرا إلى أن هذا التكريم يساهم في تنشئة أجيال تتمسك بالقيم الدينية والأخلاقيات الرفيعة وقدم تهانيه للمكرمات واللائي يفخر بهن المجتمع الأسواني. اسمحوا لي في البداية أن أقول لكم تحيات معالي الوزير اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذي حالت ارتباطات مسبقة دون حضور، كما يسعدني ويشرفني مشاركتكم في احتفالكم بتكريم خاتمات القرآن الكريم، وما أؤكد أن مصر هي مهد السماحة والاعتدال بين الأديان وستبقى أمل الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة، ولذا فإنه آن الأوان لتربية النشأ على الفكر الصحيح وسمو الأخلاق في إطار المنهج القرآني السمح، سواء ما فيما يتضمنه من الالتزام في العبادات وأيضا الرقي في المعاملات الإنسانية. وأكد الشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بأن هذا العمل والذي يحتفل بثماره في كل عام يقف وراءه جهد كبير ومخلص من الأوقاف والمجتمع المدني وأسر السيدات والفتيات اللائي يلتحقن بحلقات تحفيظ القرآن الكريم والتي تقدم دروسا لتعليم أحكام التلاوة والتجويد بالإضافة إلى التوعية بالتعاليم والأخلاق السمحة للدين الإسلامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله، بدأنا الاحتفالات مع بداية فتح التلفزيون، احنا قبلها بشوية لكن بدأنا احتفالاتنا معهم 1996 قناة طيبة قناة ثامنة. هذه الدفعة اللي اتخرج النهاردة هي الدفعة 27، الدفعة 27. عددهم كسيدات 25 سيد. أتممنا حفظ القرآن الكريم كله طبعا بالتجويد برواية حفص عن عاصم، شيء بالنسبة لنا فيه يعني إخلاص من اللي حواليا أوي 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 أوي. هي قطاعات منتشرة في جمعيات القرى والنجوع وأحياء أسوان بيترتب عليها كل عام باختبارات لآلاف من السيدات. طبعا التصفيات على 25 بمعسكر 3 شهور في الآخر بعد جهد 10 سنوات، 10 سنوات جديد ومراجعة وتحصيل والمسابقات. المهم في النهاية ان احنا بنركز على الأخلاقيات. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، قرآن يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فاللي بيهمنا أن كما قال أحمد شوقي الأم مدرسته، إن أعددت أعد الشعب طيب العراقي. نشهد في هذه الليلة المباركة حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من دفعات حلقات مدينة ناصر للخاتمات الشيخ شعيب
وهذه الحلقات عتيقة وقديمة ولها فضل كبير في تعليم كثير من السيدات التي يحفظن القرآن الكريم، ونجد ذلك على أرض الواقع في المجتمع. يعني المرأة تحفظ القرآن الكريم ونجد ذلك في تعاملها مع زوجها، في تعاملها مع أهلها، نرى أخلاق القرآن الكريم في اهتمام المرأة، لأن الشاعر عندما قال الأم مدرسة، وبالفعل المرأة عندما تربي بما لديها من حفظ القرآن الكريم، بما تعلم، بما لديها من القرآن الكريم، بما تزكي التزكية الصحيحة التي تكون في أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين، نجدها في ختامها للقرآن الكريم وحفظها للقرآن الكريم وتطبيقها لمعنى القرآن الكريم قولا وحرفا، معنى ظاهرا وباطنا. وعبر السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام للقنصلية السودانية بأسوان عن اعتزازه بحضور هذه الاحتفالية التي تكرم فيها حافظات القرآن الكريم واللائي يمثلن قدوة صالحة للمجتمع. يعني في هذا الحفل الذي يشرف كل إنسان يعني أن يشارك فيه، يعني وهذا يعني أقل ما يمكن أن تشارك وأن تشجع، ولكن هنيئا لمن قاموا على هذا الإنجاز ووقفوا عليه وصبروا عليه، وهنيئا للحافظات أيضا يعني بهذا الإنجاز العظيم في هذا الزمن الصعب. القرآن هو حصانة الإنسان وضمان لاستقامته. الإنسان إذا ما أراد وأتمنى شيئا في دنيا أو أخرى فعليه بالقرآن الكريم، مصداقا لقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فبالقرآن نحيا، بالقرآن نعيش، بالقرآن نتنفس، وإن دل يدل على الخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فهذا الاحتفال ما هو إلا لكي تشعر هذه السيدة أو تلك الفتاة بهذا التكريم والحفاوة، وتشعر أنها بينها وبين الله سبحانه وتعالى عمار بإذن الله. بنقول للشيخ شعيب شكرا على الطفرة اللي تمت في محافظة أسوان، اللي عنده قطاعات، وأنا كان لي الحظ أن أنا أخذ رئيس قطاع مع الشيخ شعيب في أحكام وحفظ. الحمد لله رب العالمين، يعني هو نقول قربنا على نهاية الختام، ربنا يوفقنا بإذن الله. وأقول لكل ست النهاردة حفظت، شكرا لأهل بيتك اللي استحملوكي في الحفظ وفي أدائك في توفير الوقت المناسب. المكرمات في الاحتفالية عبرنا عن سعادتهن وتقديرهن بهذا التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا شعور لا يوصف، أجمل فرحة وأجمل لحظة الواحد كان مستنيها، والحمد لله ربنا إن شاء الله يتقبل كده، وعقبال كل مشتاق لكتاب الليلة والقرآن الكريم كده إن شاء الله يجي ويقف نفس الوقفة دي بإذن الله. شعور جميل جدا، يعني مش عارفة أوصفه إزاي، يعني حاسة إن أنا طايرة، حاسة إن أنا في عمرة، يعني مش عارفة والله بجد، يعني الحمد لله إن ربنا كرمني بالموضوع ده، الحمد لله. يعني الحمد لله إني وصلت لحد كده، والشكر طبعا أرجع الشكر لمشايخنا وأمي وأبويا وجوزي الحمد لله، ومعلمتنا، ربنا إن شاء الله يجازيهم عنا كل خير الجزاء إن شاء الله يا رب. يعني مسيرة حفظ القرآن الكريم استمرت لكام عام؟ 10 سنين. كنت طبعا في هذه الفترة بتنظمي ما بين المنزل وما بين المقرأة؟ من قبل ما اتجوز، واتجوزت في الفترة دي وخلفت في الفترة دي، والحمد لله اني استمرت وثبت الحمد لله. انا بشكر اول حاجة الشيخ شعيب، بارك الله فيه، يعني ربنا يدي الصحة يا رب، ورئيس القطاع بتاعتنا الحاجة وفاء، ومحفظتي الحاجة فردوسي، وكذا محفظة مرينا عليهم، ربنا يبارك فيهم جميعا يعني، ويجازيهم عنا خير ان شاء الله. يعني الشعور طيب جدا، يعني ما كنتش متخيل ان انا اكمل، يعني كنت اقول يا رب يديني العمر عشان اكمل وكده، يعني لان حصل لي في خلال الحفظ يعني شويه تعب كده، وقعدت اتخلفت شويه، قعدت يعني، وبعد كده التحقت تاني بحلقات تانية مع الشيخ شعيب، التحقت وكده، فالحمد لله يعني ربنا ييسر لي والحمد لله. والله شعور ما يتوصفش بصراحه، ما يتوصفش، يعني دي اغلى حاجه عملناها في حياتنا كلها. انا عندي يعني دي اكتر حاجه فرحتنا بجد، وفرحت عيلتنا وولادنا، عشان ننفع بيه الناس وننفع بيه الولاد، يعني الحمد لله عرفناهم ان ده قران ولازم يهتموا بيه، الحمد لله. الحمد لله الذي نور قلوب اهل القران بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من اشراق ضياء بهجته نورا، لانه جعلهم من خاصه احبابه تكريما لهم وتوقيرا، وجعل صدورهم أوعية كتابه، ووفقهم لتلاوته أناء الليل وأطراف النهار، ليعظم لهم بذلك أجورا، فترى وجوههم كالأقمار
تتلألأ وتبتهج سرورا. تابع لكم الاحتفالية أنس النمر للقناة الثامنة.